السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ ان شاء الله تكون اموركم على افضل ما يرام. رجعت لكم بالتتمه ديال اخر فيديو نزلت لكم، كان الفيديو ديال العراضه، بقات لي فيه الوصفه ديال لاصالات. قبل ما نبدا لا فيديو ديال اليوم بغيت نشير لواحد الملاحظه اللي هي بسيطه. بعض الاخوات منكم كتبوا لي في كومونتير ان لاصالات كانت شويه تخو شارجي. فعلا كانت شويه عامره، لانه اولا كانت سالاد رويال، اكيد خاصها تكون شويه عامره، يعني سالاد ديال العراضه ماشي ديال الدار، يعني هكا بيناتنا. الناس اللي كانوا عندي بزاف ماشي شويه، وحتى التبصيل اللي انا قدمت فيه كان عندي شويه صغير، ما كانش عندي كبير. بالنسبه لي انا كانت هي هذيك. الا جاتكم نتوما شويه عامره تقدروا تنقصوا من الكميه، ولا جاتكم هكا شويه خاويه تقدروا تزيدوا. هادشي كيبقى لكم نتوما. نخليكم دابا مع لا فيديو. بالنسبه للطبقه الاولى اللي كنت عواله ندير فيها بايله، صح ما كانش عندي الرز، عودتها بالبرغل. غادي نحتاجوا له بصله متوسطه هكا مشلطه، عندي هنا شويه ديال الفلفله خضراء وحمراء، تقدروا ديروا غير لون واحد او تنوعوا على حسابكم نتوما. عندي هنا واحد شويه ديال جلبانه، معلقه كبيره ديال معجون ديال الطماطم، التوابل غنقولهم من بعد. وعندي كذلك البرغل اللي كيكون هكا شويه غليظ، ماشي داك الرقيق كيتباع عند الاتراك. غادي ناخذ هنا واحد شويه ديال زيت نباتيه، نشحر فيها مزيان البصله حتى يدخلها الطياب وتبدا تنسل. من بعد غادا نضيف المكونات الاخرين، الفلفله مع الجلبانه، تقدروا كذلك تضيفوا واحد شويه ديال القرعه تقطعوا طريفات صغار حتى هي كتجي مزيانه. وغادي نشحر كل شيء على نار متوسطه. غنضيف من بعد البرغل اللي حتى هو خاصو يتشحر باش ما يتعجنش. القياس اللي درت هو هذا الكاس اللي كتشوفوا، كاس كبير، تقدروا نتوما تضيفوا الكميه على حسابكم نتوما. ومن بعد غنضيف التوابل اللي فيهم شويه ديال الملحه مع سكينجبير، التحميره، الخرقوم، البزار، واحد شويه ديال الثومه بودغ. وغنضيف كذلك نص معلقه ديال العطريه ديال الحوت، كنجيبها معايا من المغرب، ونص معلقه ديال البودره ديال القشور ديال الكروفيت اللي كنصايبها في الدار. من بعد نشارك معكم الوصفه ديالها، كتعطي واحد المذاق رائع هكا للاطباق. الا ما كانش متوفره نقدروا نعوضوها بالكنور ديال الحوت حتى هو كيجي مزيان. وغنضيف الطماطم المعلبه مع الماء، بالنسبه للماء ضروري ما يكون غليان، والقياس ديالو هو 3 ديال الاضعاف ديال القياس ديال البرغل. مثلا انا درت كاس كبير ديال البرغل، غنضيف له 3 ديال الكيسان كبار. وصافي غنغطيه ونخليه على عافيه متوسطه تقريبا شي 15 حتى 20 دقيقه حتى يشرب داك الماء كله. بالنسبه ليا انا هذه الوصفه كنديرها عندي بزاف في الدار، ولادي كيبغيوها. وبلا ما نقول لكم على الفوائد ديال البرغل، مزيان بزاف للدراري الصغار، وحتى المذاق ديالها كيجي غزال. تقدروا تبدلوا بها الاطباق اللي كنديروا فيهم الرز، بحال هكا الا درنا اللحم مشوي او الدجاج، غير هو ما تضيفوش العطريه ديال الحوت، غديروا غير العطريه اللي ذكرت في الاول. وهنا كيف ما كتشوفوا راه طاب، غادي نخليه دابا على جانب حتى يبرد باش نقدمه. وبالنسبه لهاد لاصالاد هادي، سلقت واحد شويه ديال البطاطا وخيزو اللي قطعتهم طريفات صغار، وسلقت كذلك هاد لي بات هادو اللي كيكونوا صغيورين، تقدروا تعوضوهم بالرز او بالمحمصه حتى هما كيجيو مزيانين، او كاع ما ديروهم. ضفت ليهم واحد شويه ديال المايس، تقدروا تضيفوا الطون انا كنت نسيتو. بالنسبه لافينيغريت غندير فيها شويه ديال المايونيز مع واحد شويه ديال الخل او الحامض، يعني بحال بحال، شويه الملحه وشويه البزار، ونخلطوا المكونات كلهم مزيان. وهاد لاصالاد هادي الصراحه درتها على حساب الوليدات، لانه عارفهم كيعجبوهم بحال هاد لي صالاد هادو، اللي الصراحه انا في الدار ما كنديرهمش بزاف، كنركز على لي صالاد اللي كتكون فيهم الخضره هكاك، يعني ما طايباش خضره. هادو كنديرهم غير مره هكا الا تشهيناهم. بالنسبة
بالنسبة لهاد لسالات هادي ديال شعرية صينية، خديت هنا 200 غرام ديال الفيرميسيل، غادي نديرها في الماء طايب ونخليها على عافية متوسطة تقريبا شي 7 حتى 10 ديال الدقائق. فاش نحس بها طابت ما بقاتش قاصحة، غادي نسقطها مزيان من الماء ونخليها حتى تبرد. من بعد نقطعها بالمقص طريفات صغار ونضيف لها الفلفلة. انا استعمل جوج ديال الالوان، تقدروا نتوما ديروا لون واحد او ثلاثة حتى هما كيجيو مزيانين، غير باش هكا ننوعوا في الالوان. ضفت كذلك خيزو اللي حكيته في حكاكة رقيقة على هذا الشكل اللي كتشوفوا، وغنضيف كذلك واحد الكمية بسيطة ديال المايس. ضفت كذلك واحد شويه ديال الكالامار اللي شحرته في الزيت مع الحامض الملح والبزار، تقدروا تعوضوه بالكروبيت او بالسوريمي حتى هو كيجي مزيان، وتقدروا كذلك تعوضوه حتى بالطون. في الاخير كاع غنضيف الفينيكريت اللي درت فيها شويه ديال زيت نباتيه مع الملح البزار، واحد شويه ديال الحامض، تقدروا تعوضوه بالخل او تضيفوا واحد الكميه بسيطه ديال صوص سوجا حتى هي كتجي مزيانه. وبالنسبه لهاد لاسالاد هادي اللي كتجي حلوه وفي نفس الوقت مالحه، خديت هنا طريفات ديال الاناناس اللي استعملت المعلب، تقدروا تعوضوه بالطبيعي هو خاصو يكون شويه حلو ما يكونش حامض. غنضيف له واحد شويه ديال الزبيب مع لي كروفيت اللي ديجا سلقتهم في الماء وقطعتهم هكا طريفات صغار. لا فينيغريت غندير فيها شويه الملحه مع شويه ديال البزار، شويه ديال زيت نباتيه مع الحامض، ومعلقه كبيره ديال ليغور الطبيعي. تقدروا تعوضوها بالمايونيز، انا ما استعملتهاش، كتجيني هكا شويه مجهده. وتقدروا كذلك تضيفوا واحد شويه ديال العسل، انا ما ضفتوش لان الاناناس شويه حلو. واخر سلطة هي هذه ديال لافوكا، درت فيها لافوكا طريفات صغار مع السوريمي والكروفيت، معلقه كبيره ديال المايونيز الملح والبزار وشويه الحامض. وبالنسبه للتقديم اللي اكيد شفتوه في الفيديو اللي دازت، قدمتها هكا على جوج طبقات، الطبقه الاولى درت فيها البرغول والطبقه الثانيه درت فيها لي سلطات الاخرين، زدت هكا شويه ديال الربيع باش يعطي لا فالور للتبصيل، وحتى انه كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. من الاحسن نستعملوا هذا الربيع، هذا اللي كيكون شويه كبير ماشي داك الصغير. بالنسبه ليا انا كان عندي مشكل واحد هو التبصيل كان شويه صغير. هنا خديت هذه الاناناس، هذه خويت لها القلب ديالها اللي غنقدمه من بعد في الدازير، وعمرت فيها هاد لاسالاد ديال الاناناس، وحتى لافوكا ما رميتهاش، خليتها باش نقدم فيها لاسالاد ديال لافوكا. لاسالاد الاخرين قدمتهم بواحد الطريقه اللي هما يعني عشوائيه، بديت بلاسالاد ديال الاناناس، حطيت حداها ديال فيرميسيل، دازت حداها ديال لافوكا، وتبعتها ديال لي بات، بقيت غادا على هذا الشكل هكا حتى ساليت التبصيل كله. وبالنسبه للطريقه ديال التقديم، كما كنقول لكم دائما يعني كتبقى اختياريه، كل واحد ويقدم بالطريقه اللي كيبغي. فاش كنشارك معكم شي فكره راه ماشي معنيتها انها هكا خصها تكون، لا يعني هذه غير الفكره ديالي انا، كاين اللي غادي يقبلها كاين اللي ما غاديش يقبلها. والصراحه هاد النهار هذا كان عندي واحد الضغط كبير في الكوزينه، يعني كتعرفوا الضياف خصني نمشد وفي نفس الوقت خصني نصور، كاين شي حاجات اللي ما صورتهمش ما كانوش يعني بزاف، يعني تسيير الخراني اللي هو اكيد كل وحده وغادير اللمسه ديالها. والجزء الاخير اللي حطيت فيه البرغول صراحه ما صورتوش لانه فعلا ما بقاليش الوقت بزاف، وما بغيتش نخلي الضياف اللي كيتسناو بزاف. استعملت المول اللي كنطيبو فيه الكيكه باش حطيته على داك الشكل اللي كتشوفوا، زدت زينت بهاد الحوت هذا اللي كنشريه واجد كيكون هكا غولي، كذلك شويه ديال السوشي مع الفرماج، وهاد ما عرفتش بالعربيه سميتهم، هاد المايس هذا اللي فرقت بهم ما بين لي سالاد. البرغول زينته بالكالامار اللي ديجا شحرته، فواحد شويه ديال زيت نباتيه مع العصير ديال الحامض الملحه والبزار وازير كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع، وزدت كذلك شويه ديال الليمون اللي شحرتهم، شويه ديال الزيت مع البزار الحامض والملحه.
شاء الله هنكون شرحت لكم كل شيء بالتفصيل وكذلك وصلت الفكره. هاد لا فيديو هادي درتها غير حيتاش الفيديوهات اللي دازو ديال العرضات اللي كنت شاركت معكم ما كنتش حطيت لي سالاد بالتفصيل، كنت صورت منهم غير بعض الاجزاء. بزاف ديال البنات منكم كانوا كتبوا ليا حاولي عافاكي المره الجايه من تكون هكا عندك شي عرضه صور لينا كل شيء بالتفصيل، وخا هاد المره حاولت يعني كندير الجهد ديالي ساعه ما قدنيش الوقت، راكم كتعرفوا نهار العرضه مع الضياف مع التصوير راه ماشي ساهل. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا ليا لايك وكذلك تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. نسيت واحد الحاجه بالنسبه لهاد لي شيبس هادو اللي قدمت مع لا سالاد، لانه ما درتش الخبز ديجا شاركتهم معكم في الفيديو الاول ديال العرضه، هما ديال الكروفيت. الى عندكم شي سؤال او شي استفسار ما تنساوش تخليوا لي في لي كومونتير، ان شاء الله باذن الله نجاوبكم. خليتكم على خير وقريب نتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه.